يعني خليني أبدأ معاكم الأول عن تعليقكم على قائمة منتخبنا الوطني. طبعا كالإسلام في البداية أنا عايز أقول إن كل مدير فني له الحرية المطلقة في اختيار العناصر اللي هو شايف من وجهة نظره اللي بعده هو ليه كامل الحرية، ولكن وضع كيروش مختلف شوية. هو في وجهة نظري اشمعنى ما هو مدير فني برضه؟ لا ما هو لسه أول ماتش، أنت لسه جديد وما تعرفش اللعيبة دي. يعني النهارده لو سألنا احنا نعرف ببساطة كيروش يعرف مين في قائمة منتخب مصر؟ ربما يعرف أربع لعيبة: محمد صلاح، محمد النني، تريزيجيه، وكوكا بحكم يعني بيلعب في الدوري البرتغالي. بخلاف الأربعة دول أنا أشك تماما إن كيروش يقدر في خمس، يعني لو قعدنا معاه وقعد معانا دلوقتي يقدر يعني يفصص لنا اللعيبة أو يعرف لنا حتى أسامي، يشاور ده اسمه كذا وده اسمه كذا. خلي بالك أنا كنت مقتنع بكده، ولكن كان النهارده معايا على السكايب النهارده ابن شايفر، واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي لعبوا معاه وقعد معاه فترات طويلة جدا في منتخب البرتغال. بيقول لي ان هو لا، شخصيته قبل ما بيروح اي حته بيبقى عارف كل تفاصيل الدقيقه عن كل لاعب مهما كانت. والله يعني طبعا كامل يعني طبعا كامل احترام لوجهه نظره، لكن انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي انا اشوف تاني بعيد اهو تاني، والله هو حر تماما يختار اللي هو عايزه، ولكن هو دلوقتي حط نفسه تحت بمحض ارادته. والنهارده باللي قال في المؤتمر الصحفي هو قال يا جماعه ما حدش يناقشني على اسماء، اوكي حقك طبعا، انا مش هتكلم غير عن منتخب مصر بس حقه طبعا مليون في المية حقك، بس انت دلوقتي وضعت نفسك تحت الضغط في الماتشات الجايه، لان احنا دلوقتي لما هنحاسبك مش هينفع بعد المباراه الاولى، المباراه الاولى يا كابتن مش هينفع يطلع يقول يا جماعه معلش ده اول ماتش ليا فعدوها لي، ما بقاش ينفع. لا بس هو من اول يوم قبل حتى ما يستبعد ويجيب ويعمل قال لك انا من بدايتي من النهارده من اليوم اللي جه فيه خلاص اوكي. لا قصده ايه؟ يعني هو الراجل انت يعني انت قررت، واحنا تاني احنا دايما حتى بنقولها للموسيماني، بنقولها لكل مدير فنيين مسكوا النادي الاهلي، المدير فني منتخب اي مدير فني من الحق ومن حقه تماما يختار العناصر اللي تكسبه تمام. بعد الماتش هنحاسبك بالظبط، واللي حصل قبل يعني الزخم اللي حصل ده وانك تستبعد يعني ببساطه يا كابتن اسلام مركز صناع الالعاب في منتخب مصر هو المفروض اي مركز بتختار له اثنين، واحد اساسي واحد بديل زي ما انت بختار فتوح وايمن اشرف في الشمال، اكرم توفيق وفتحي في اليمين وهكذا. انت اخترت البلاي ميكر الوحيد اللي معاك في الفرقه هو عبد الله السعيد، اي اسم تاني هيبقى متوظف مش هو بلاي ميكر، هو اقرب يعني ده اللي انا فهمته يعني هيبقى متوظف، هيبقى متوظف مش مركزه اساسي. فبالتالي انت عملت لنفسك ان هو تساؤلات كتير. محمد شريف انت اخترت في مركز المهاجم الصريح مصطفى محمد ومفروض مرموش ومفروض احمد حسن كوكا. محمد شريف المفروض هو هداف الفريق وهداف الدوري وجايب اخر هدفين حتى ايفن لو كان في بعض الارهاق في المباراه الاخيره، ولكن ما هو ده السؤال اللي انا سالته يا احمد. يعني السؤال اللي انا سالته ايه؟ وده الكلام ده انا قلته امبارح. ايوه هو سؤال. طيب حتى لو على افتراض ان انا معاك ان محمد مجدي قفشه مش كويس وان محمد شريف مش كويس مجاهدين وجهه نظر اوكي، ومصطفى فتحي كمان بالمناسبه لانه مصطفى كان مش كويس مقدم موسم كويس، فعلى افتراض ان الكلام اللي انت ده تمام ومظبوط وكل حاجه، ولكن انا ما اختارش هداف الدوري وافضل لاعب في الدوري، اعتقد ان ده شيء صعب جدا. انا هقول لحضرتك عن تجربه شخصيه، يعني مشكله المدرب الاجنبي لما بيجي يمسك منتخب مصر ما بيديش المساعدين المصريين القرار قوي بكل صراحه. انا بكلم حضرتك بكل صراحه، انا اشتغلت مباراه مع خفير اجيري مع كابتن هاني رمزي في اول مباراه اول ما جه، كانت مباراه النيجر كمحلل اداء، يعني حطينا نقاط القوه والضعف للنيجر وكل حاجه والقايمه. هو برده خفير اجيري نفس العقليه دي، يعني نفس المدرب الاجنبي كده بيجي يختار، هو بيبقى نوعا ما المساعدين المصريين، يعني انا اكيد كابتن وائل جمعه كابتن ضياء السيد اكيد اي واحد فيهم كان هيختار محمد شريف، واكيد اي واحد فيهم كان هيختار محمد مجدي قفشه، فده واضح ان ده قرار من كيروش وهو اللي هيتحمل المسؤوليه. ولكن اسال اي حد في الشارع ماشي مين افضل خمس لعيبه في مصر، افضل خمس لعيبه في مصر مستحيل ما يحطش منهم قفشه ومحمد شريف. يعني احنا مش بنقول ان هو لا ده اساسي لازم ينضموا، حتى لو هو مش هيلعبهم انت تحطهم بدلة دكه. انت لا قدر الله عبد الله السعيد لو اتصاب مين صانع الالعاب اللي هيبدا الماتش الثاني؟ انت ما عندكش في القائمه صانع العاب اساسا. لا وهل عبد الله السعيد يقدر يلعب الماتشين ورا بعض؟ وعبد الله السعيد دلوقتي ما بيكملش 60 دقيقه اخره بكل صراحه، 60 دقيقه لعيب كبير وواحد من احسن اللعيبه في مصر، بس 60 دقيقه اخره مين اللي هيكمل الشوط الثاني؟ هتضطر تقلب الطريقه 4 4 2. طب ليه؟ ما انا لازم يبقى عندي صانع العاب بديل. ممكن العب 4 3 3، وخلي بالك هو ده الاقرب.
يعني الاقرب انه يلعب 4 3 3 في الماتش الثاني يعني في الماتش الثاني بس انت في المباراه 4 3 3 ديفندر 3 ديفندر اه بس برضو انت منتخب مصر وانت وبرضو منتخب ليبيا منتخب ليبيا اقل بكتير فنيا وجهه نظري يعني حتى على مستوى المحترفين على مستوى اللعيبه احنا من الطبيعي ان احنا نكسب ليبيا رايح جاي بس انت عارف برضو اه طبعا اقل أوه. وكل حاجه تاريخيا وفنيا دلوقتي وكل حاجه ولكن في النهايه مباريات الشمال افريقيا دي بتبقى مختلفه شويه طبعا بس انت كفتك اعلى انت عندك محمد صلاح لوحده يعني ده محمد صلاح احنا لسه شايفينه امبارح بسم الله ما شاء الله يعني فاكيد انت كفتك اعلى نيجي لمحمد شريف ده هداف الدوري المصري يعني نوعيته ما هي دي النقطه بس اللي انا هي الفكره عمر مرموش مهاجم كويس جدا ومن احسن المهاجمين يعني ارقام محمد شريف قدامنا على الشاشه اهي وارقام اللعيبه كلها اللي انضمت هو واخد ابراهيم عادل برده كمهاجم وهمي حتى لعبه في المباراه الاخيره ممكن يكون ابراهيم عادل كمهاجم مع عبد الله السعيد في نفس المكان خلي بالك اللي هو البلاي بس لما لعبه في الماتش الودي لعبه مهاجم وهمي ما لعبوش صانع العاب في المباراه الاخيره في الوديه الاخيره هو ماشي فدي انا خلي بالك اصل انا بتحاول تجد مبررات برضو الفكر مش بجد مبررات خالص مش مساله ان اجد مبررات انا بتكلم ان انا عندي مباراه كمان كام يوم اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان منتخب مصر يفوز طب خلاص طبعا بعد كده انا كلمت يعني النهارده انا حتى قلت الكلام ده في الانترو قفشه قال لي انا كان نفسي ابقى موجود لمجرد ان انا العب في منتخب مصر عشان لو عندي حاجه اقدر اعملها اعملها لكن انا دلوقتي لو في جمهور هبقى موجود مع الجمهور اقعد اتفرج على المباراه يعني خلي بالك هو في الاخر اعتقد ان كارلوس كيروش لما بيجي يبص للموضوع بص عليه من وجهه نظر واحده صح خلاص من وجهه نظر واحده بس مش من كذا وجهه نظر زي ما احمد قال هقول لحضرتك يعني كمان على حاجه المدرب او مباراتين تحديدا مباراه امبي والاهلي ومباراه ليبيري هو مش شرط ان هو يعني هو اي مدرب اجنبي انا برضو عن تجربه مدرب الاجنبي بيغير قناعاته يعني هو في البدايه طبعًا بيبقى مستبعد قفشه وشريف انا متاكد ان هو هيجي بعد الماتش الثالث وهيستدعيهم ده اكيد حتى في البطوله العربيه هو مستدعيهم موجودين في القائمه يعني فهو بتبقى قناعات في الاول احنا طبعا كل الدعم لكيروش في المباراه المقبله في اختياراته يعني لكن كنا نتمنى اكيد وجود اثنين لعيبه بحجم قفشه وشريف يعني احسن صانع العاب في مصر بالتاكيد واحسن مهاجم في الدوري المصري وهداف الدوري المصري ب 21 جون كنا بالتاكيد نتمنى ان هو يكونوا موجودين من اجل مصر يعني